كما شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات على المنازل في رفح، أدت لاستشهاد أكثر من 30 من عائلة بريكا، إضافة إلى عشرات الإصابات وفقا لمصادر بالقطاع. كما استشهد عشرات الفلسطينيين في غارات للطيران الحربي الإسرائيلي على المنازل في مناطق مختلفة من قطاع غزة. إذن مشاهد أدمت قلوب العالم ووقف فيها شاهدا على الفظائع التي ارتكبتها قوات الاحتلال في غزة، وبثت وسائل الإعلام لقطات لأهالي غزة من المدنيين العزل وهم يستخرجون ضحاياهم من بين الحطام الذي خلفته الهجمات الغاشمة والقصف الوحشي لأحيائها ومرافقها ومستشفياتها ومبانيها دون تمييز. وفيما يلي بعض اللقطات والمقاطع الصوتية للأهالي المنكوبين في غزة الصامدة. أطفال صغار رايحة رجليه وهم بيصعقوا علي، عمر قعد عمر قلت له هاي جاي نسعف، صرت ارفع ورمي جنب الحيط برا. كيف صار الاشي فجأة؟ الناس قاعدة اللي بيعمل شاي اللي بيعمل قهوة، الناس بتطلع بعض، منطقة أمنة مستشفى مستشفى. لم يكن هناك أي إنذار مسبق باستهداف المستشفى، ولكن هناك أكثر من حوالي 3000 شخص، هؤلاء شكل هذا المكان لهم ملاذا آمنا. خلال فترة عملنا في هذه المشفى دون أي سابق إنذار وحوالي الساعة 6:30 تقريبا، استهدف المستشفى بقذيفة لا نعرف ما هي، ولكن عرفنا مدى نتائجها باستهدافها الأطفال الذين قطعتهم أشلاء والذين قطعتهم أجزاء. لما بدوا قصف المنطقة وحرقوها حرق، أبدوها إبادة، لا ظل بيت ولا ظل جامع ولا ظل مؤسسة ولا ظل حماية، شردنا بوعينا بولادنا وطلعنا وجينا على خان يونس زي ما انتم شايفين، شردنا زي ما احنا، لا أخذنا معنا حاجة ولا إشي، دمار كامل متكامل، فيش إشي حياة إن احنا نعيش. كل دورهم راح وانا داري وقعت علي، والله كنت يا ورده علي ورده الدار استشهدت، عمرها ما اذت بني ادم، هي سيبتني ولدين هيهم جرحى زيهم انا وياهم، طلعونا من تحت الانقاض ربنا نجانا، يعني احنا ايش ذنبنا؟ داري هالت علي ودار بناتي هالت اللي محلتهم الشكل يا ويلي عليهم، وجينا هنا عايشين بخيام وعايشين بذل، ولا في ميه ولا في اكل ولا في شيء. طب احنا طلعنا هيك بهدومنا زي كده طلعنا، والله بيعلم كيف رحنا على المستشفى وكيف اجينا، الله بيعلم مين، والله صرت اترجى تيوب الارض الله ينقذونا، بس انقذوك انت المرميه في الارض بتنزف. الحمد لله اللي من الله، احنا اجينا من غزه قالوا لنا اطلع على الجنوب، اجينا على الجنوب لقينا الضرب مكثف في الجنوب، اجينا خشينا قعدنا في شقه اللي من ورانا صار ضرب ومن قدامنا صار ضرب، صار فيش امان يعني، كل غزه ما فيش فيها مكان امن، فاحنا يعني لازم الواحد الانسان خلص يسلم امره الى الله وينوي الشهاده والرباط ويشوف بيته يقعد في بيته. طلعناهم يا عم، طلعناهم كويسين، طلعناهم بعز الله بحياة اللي خلقك.